أرسل القمر الصناعي المصاحب الدفعة الأولى من صور عالية الدقة للمختبر الفضائي تيان كونغ 2 والمركبة الفضائية المأهولة سينسو 11. أخذت هذه الصورة بواسطة كاميرا الضوء المرئي المثبت على القمر الصناعي بانشن 2. قد انطلق هذا القمر الصناعي الصغير من تيانغون 2 يوم الأحد بعد 4 أيام من التحام شانتو 11 به، وحجمه من حجم الطابعة. وقد أرسل القمر الصناعي أكثر من 30,000 صورة بالأشعة تحت الحمراء للمختبر الفضائي والمركبة الفضائية، كما سيقوم بالتجارب الفضائية مع تيانغون 2 لتوسيع استخدام مجلات الفضاء. من تلك المسافة تبلغ الدقة الصور حوالي سنتيمترا واحدا، وتظهر الصور المعاداة والمرافق خارج المركبة الفضائية والمختبر الفضائي بوضوح. وأن هذه الصور تظهر أن الكاميرا يسود متطلباته ويعمل بشكل جيد جدا. وفي مدار قادم لهذا القمر الصناعي فوق المركبة الفضائية والمختبر الفضائي سيلتقط صورا مرة أخرى، فيمكن للجميع رؤية صور الهيكل مع الأرض من الجهة الخلفية.